Alors, comme on m'a dit précédemment, ça veut dire que l'électricité vient avec le flux des électrons, les électrons entre les atomes. L'intensité, le courant. هي الامبيراج على انه هي سي لو نومبر دي الكترون ياك دون اون سكوند وبما ان يعني عندك الكم ديال لي الكترون كبير بزاف فاتفق لي فيزيسيان على انه غيدير واحد العدد او واحد الاسم لواحد العدد معين ديال لي زيليكترون اللي كيدوز في الثانية الواحدة على أساس 6250 مليون مليار إلكترون يعادل واحد أمبير وبقينا كنحسبو في هداك الأمبير سي بون هذا هو اللي كاين عرفنا الفولتاج هو لا ديفيرونس دو بوتونسييل فرق الجهد انتر دو بوان différent neuf un circuit. Parce qu'on a deux points différents le potentiel, ok, on a la communication entre donc, les deux points une fois qu'elle compte automatiquement les électrons liquides le côté négatif commencent à se mobiliser vers le point positif. Ou faites les deux points le nombre des électrons ou la charge en général. ما كيبقاش ما كيقدروش هذوك لي زيليكترون يتمشوا خاص ضروري يكون عندي واحد لا ديفيرونس بين جوج ديال النقط هذا هو الشرط ديال الحركة ديال لي زيليكترون إذا فاش كيكون عندي الفرق بين جوج ديال النقط كيتحركوا لي زيليكترون هذيك الحركة ديالهم كنوصفوها بواحد الصبيب معين في واحد الثانية اللي هو لامبيراج ولكن في الطريق ديالهم ممكن يكون دي بلوكاج هذاك لو طو دو بلوكاج اللي بغينا نقولوا ليه بحال ما هكذا ديك نسبة البلوكاج ولا هذا كنعبروا عليها بكلمة لا ريزيستونس اوكي والوحدة ديالها هي الأوم وكتكتب ديك الوحدة أوم كنرمزو ليها واحد لو سامبول ماتيماتيك كنسميوه أوميغا هو اللي كنا شفناه في الحصة السابقة من بعد قلنا أن لا لوا دوم هي U يعني التوتر لا طونسيون إيكال لو برودوي يعني الجداء ديال لا ريزيستونس في لامبيراج وهداك لو فولتاج ولا لا طونسيون كتكون دائما بالفولت باش نقدروا نطبقوا هذيك العلاقه بالفولت و لا ريزيستونس بالاوم و لانتونسيتي او لو كورون بالامبير ونبه لكم على انه لا يمكن قطعا ان نستعمل اي علاقه كيف ما بغاتكم سواء في الالكتريسيتي ولا في اي حاجه ضروري نوفر الشروط الاوليه لتطبيق اي علاقه وهي لي زونيتي الوحدات كل يعني كل معيار من المعايير اللي عندي في هذيك المعادله ديال العلاقه خاصنا نضبط l'unité de calcul ou de mesure ديالو حسب العلاقة الأصلية
وهاد U إيقال R فوا E راه معروفة عندنا هي لا لوا دو قانون أوم من جهة. من جهة تانية عندنا لو كالكول ديال لا بويسونس هي القدرة ياك الكهربائية ديال ان كونسوماتور ديال أي مستهلك يستهلك الكهرباء فراه عنده واحد القدرة كهربائية كان هي لا بويسونس والوحدة ديالها هي الوات والكالكول ديالها هو بي ايكال U فوا اي يعني تساوي الجداء ديال لا طونسيون فوا لو كور لامبيراج الوات كيساوي الفولت مضروب في لامبيراج في لامبير وقلنا لي كالكول ان شاء الله غادي نديرهم في حصه حضوريه حتى نسجل لكم ان شاء الله يعني بعض الصور ديال شي تمارين معينه غادي نسجلها لكم وغادي نوفر لكم ان شاء الله داكشي اللي باش يبقى مسجل ان شاء الله. اليوم في هذه الحصة بغينا نتعرفوا بشكل يعني اونغي بشكل موجز على لاباتري اللي هي اون بارمي دو سورس دي انرجي الكتريك في الطوموبيل. الطوموبيل عندي بليزيور سورس. اوكي كاين سورس اللي هي لا باتري وكاين لا دوزيام سورس هي لالترناتور. غير هو عندي واحد لا ديفيرونس بيناتهم شنو هي انه لا باتري كتعطيني ليليكتريسيتي فاش كيكون موتور او ناري ولالترناتور حتى هو كيعطيني ليليكتريسيتي ياك ولكن فاش كيكون الموتور اون مارش من جهة فاش كيكون الموتور اون ناغي لا باتري كتكون يعني في لا بوزيسيون في واحد الموقف ديال انه هي كت يعني ال سيد او لا ال دون هذيك لي انرجي بطبيعة الحال فاش كتعطي يعني كتشارج على لا باتري وفاش كيكون موتور اون مارش فلي كيزود السيارة بالإنرجي إلكتريك ديك الساعة في الموتور اون مارش هو الالترناتور. لا باتري ديك الساعة ما كتعطيش وإنما كتاخد إل سو شارج شارج علينا ديك الساعة لا باتري. هذا هو يعني إلا بغينا نفهمو شنو هو الدور ديال لاباتري يعني بشكل دقيق ياك. لاباتري كنحتاجوها حنايا يعني 99% كنحتاجوها فاش كيكون موتور ساكت او ناري وشنو هي الحاجة اللي كنحتاجوها فيها كاع بزاف واللي هي اللي مطلوبة واللي هي اللي هي هذاك ديك لاكسيون دو ديماراج هذاك الشيء علاش كنبغيوها حنايا تكون مشارجي مزيان فاش كيكون موتور ساكت خاصنا نحاول انه ما نستهلكوش الباتري الا للضرورة يعني ديك الشيء ديال الضوء داكشي ديال الراديو هذا خاصنا نحاولوا ما امكن من ان نتجنبه باش نخليو دائما الباتري اون بلان شارج. هذا هو اللي كاين بالنسبه ابخي لو ديماراج فاش كيكون الموتور خدام راه الالترناتور مكلف بانه يحول ليا ديك الطاقه الميكانيكيه الدائريه ديال اللي كتجي عن طريق الكوغوا مع الموتور كيحولها الى تيار كهربائي مستمر كيف ما كتعطيه لينا لاباتري. اي حاجه في الطوموبيل ديك الساعه يعطينا هاد الضوء
راه يعني ما كتخافوش دي شارجا لينا شي حاجة ولا هذا، بالعكس الضو يعني كيبقاي تعطار يعني كيف ما كنقولو انا ربي سخاء، ما كاينش مشكل في الضو. بالنسبة للمكونات ديال لاباتخي هي فيها يعني البلون باستيل يعني الرصاص مع لاسيد، فيها الرصاص الداخل، فيها دي زيليمون ياك، كل إليمون كل إليمون كيشد ليا جوج فولت وجوج مضاد تروة في ستة ديال لي زيليمون كيعطينا 12 فولت. هذا هو الحساب. كل هادوك لي زيليمون يعني ils sont montés يعني التركيب ديالهم هو على التوالي، يعني البلوس كيعطي الموان هي وغادية، الموان كيعطي البلوس وهذاك البلوس كيعطي الموان وغادية، حسب اللي كيبان لكم في هاد لي ليزون اللي عندي هنايا. الوغ لا باتخي مكونة، عفاكم شكون مخدم لي لا باتخي مكونة من واحد لو كوفركل كيفما كيبان لكم هنايا، اوكي، هاد لو كوفركل يعني جينيرالمون إلي أون بلاستيك. علاش؟ لأنه عندي داخل واحد الحلول إن سوليسيون اللي فيها لو ديستيلي يعني الماء المقطر، يعني الماء الخالي من الأملاح المعدنية، غير H2O بوحدو ياك، مع لاسيد أسيد سلفيريك اللي كيكون مستعمل في هذه المسائل هادو. هذاك لاسيد سلفيريك اوكي، مع الماء كيدير واحد التفاعل كيميائي مع هذوك لي زيليمون اللي ديال لاباتري اللي عندي. هذوك لي زيليمون فيهم البلوم كيحاولوا ما امكن انهم يديرونا واحد التبادل اللي كاين سواء في لا شارج او لا في لا ديشارج، كيتبادلوا غير لي زيليكترون من الجهه، ولكن حتى الجزيئات ديال هذاك المحلول تتغير، يعني في سواء في لا فاز ديال لا شارج او لا في لا فاز ديال لا ديشارج. هادوك لي زيليمون عندي
لي موليكين في يعني في الطرف من هنا يعني كيكون باغ اكزومبل نيجاتيف، واللي في الطرف اللي من هنا كيكون بوزيتيف. هذاك اللي في الطرف اللي هو اللي كيكون شاد ليا في القطب الموجب ديال لاباتري، وهذاك السالب هو اللي كيكون شاد ليا في القطب السالب ديال لاباتري. اذا لاباتري عندها جوج ديال لي بون، اون بون بوزيتيف اي اون بون نيجاتيف. هو يعني كيفاش داير، كيفاش دايره لاباتري. غنحاول من بعد نصيفط لكم واحد لو ليان ديال شي فيديو اللي غيكون قصير وكيبين لكم ديك الحركه ديال هادوك لي زيليكترون اونتر لي موليكول اللي عندي في الداخل ديال هاد. لي زيليمون يعني ديال الداخل باش تشوفوا كيفاش كتم العمليه ديال الشارج او العمليه ديال لا ديشارج. العمليه لا ديال لا ديشارج اللي المقصود بها يعني ليوتيليزاسيون ديال لا باتري. كنظن راه في الصورة راه واضحة جيدا، كتبين لكم يعني مناش مكونة يعني هاد لي زيليمون لي بلاك لي هما بوزيتيف بلاك دو بلومب، وهادوك لي هما نيجاتيف هما بلاك دو ديوكسيد دو بلومب. وداك المحلول اللي مغطوسين فيه هاد لي بلاك كلهم لي زيليمون كلهم هو لاسيد سيلفيريك، وكيكون زايد عليه الماء المقطر. الماء المقطر هو H2O خالص، يعني ما فيهش بتاتا الاملاح المعدنية او لاي جزيئة اخرى من غير H2O. والطريقه ديال التحضير ديالو راه كتكون ساهله، هو كنبخرو الماء سواء ديال الروبيني ولا غيره. هذاك البخار ديال الماء يتم يعني كالكولي مثلا شي حديده بارده ولا هذا، وكيعاود يتجمع داك البخار على شكل قطرات. وهذيك القطرات فاش كنجمعها كتعطينا الماء المقطر. هذا هو من جهة ثانية علاش هما دارو الرصاص، لأنه ما غاديش يتفاعل مع هداك لاسيد. إلا درنا الحديد ولا شي حاجة أخرى يقدر داك لاسيد يتقبع، يعني ما غاديش يكون واحد لا دوغي دفي طويلة. داكشي علاش استعملنا الرصاص لو بلومب.
هاد التعريف اللي قدامكم هنا راه نيت، يعني تقريبا راه الكلام اللي كنقول لكم راه هو اللي كيتقرا، هو اللي مكتوب هنايا نفسه. ولو دوكيمون راه عندكم في الجروب ديالكم، سي بون. غنحاول ما يمكن نشوف لكم ديك لا فيديو اللي تبين ديك الحركة ديال لي زيليكترون اونتخ هادوك لي موليكول، يعني بين جوج ديال الأطراف. الطرف الأول هو لاسيد سيلفيريك، والطرف الثاني هو هادوك لي بلاك. الحصة القادمة إن شاء الله أ ديستونس غادي نشوفو فيها يعني لو كونترول، كيفاش كنكونترولي اون باتري، كونترول ميكانيك أو كونترول إلكتريك، وكيفاش كندير العملية ديال لونتروتيان ديال لا باتري إي شارج ديالها. دا هو اللي خاص الواحد يعرف. هذا البيز اسيد اللي كنعبرو الدرجة ديال لاسيديتي، درجة الحمضية اللي عندي في هذا، فاش كتكون ناقصة بطبيعة الحال، يعني إلا كانت زايدة يعني راه ناقصنا الماء H2O، وإلا كانت ناقصة يعني راه خاصنا يتعاود داك الميلونج أزيرو. اللي عندنا على حسب النيفو اللي عندنا كيفاش نزيدو لاسيد، راه غادي نزيدوه الى المحلول بشكل عام واصل النيفو ماكسي ديالو، خاصنا نعاودو كيف ما كنقولو الدوزاج من الاول. اما اذا كان زايد وعندنا فين نزيدو H2O يعني الماء المقطر لودي سيلي، كنزيدو ماشي مشكل. Thank you.